بكم إلى حلقة اليوم من برنامج متن الخبر نصحبكم في جولة في الصحف العالمية والعربية والمحلية والبداية مشاهدينا بالطبع من الصحف المحلية ونبدأ مشوارنا لهذا اليوم من صحيفة الحياة الجديدة ونقرأ فيها هذا المقال للكاتب موفق مطر تحت عنوان تمكين الحكومه انتصار لدوله الشعب فيقول مطر لا اشتراطات على المصالحه لكن تمكين الحكومه الشرعيه من مهامها وعملها حسب النظام والقانون في قطاع غزه كما تقوم به في الضفه هو المعيار الانجح لقياس قابليه حماس التعايش مع القانون والتراجع عن عقليه الانقلاب والاقتناع بمنهج التداول السلمي على السلطه والاهم من كل ذلك يقول الكاتب حسب اعتقادنا يقول للتاكد من مدى ابتعاد حماس عن فكره دويله الجماعه والاقتراب الى حد الاندماج مع فكره دوله الشعب الفلسطيني قد تحقق حماس تهدئة تخرجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مقاس مصالحها الأمنية ورؤية إدارة ترامب الساعية إلى تقديم قضية التحرر الوطني إلى مجرد ملف إنساني تتكفل دولة غنية في المنطقة بدفع مستحقاتها تمكين الحكومه يقول الكاتب يعني بالنسبه للوطنيين الفلسطينيين تمكين ثوابت الشعب الفلسطيني على مسار التحرر الوطني والدوله المدنيه التقدميه الديمقراطيه نريد تمكين الحكومه لاننا نريد نظاما سياسيا واحدا ينتزع احترام العالم لنمتلك القدره على انتزاع الحريه من الاحتلال فالعقول الوطنيه هي القادره على جمع الارادات والابداعات وتوظيفها مشاهدين ايضا كان هذا المقال للكاتب موفق مطر من صحيفه الحياه الجديده والى صحيفه القدس مشاهدينا نقرا فيها هذا العنوان في خطوه اخرى مناهضه للفلسطينيين الاداره الامريكيه تعتزم اقاله نصف موظفي يو اس ايد وفي متن هذا الخبر مشاهدينا نقرا ذكرت صحيفة هارس الإسرائيلية أن الهيئة الأمنية الإسرائيلية تشعر بقلق من الوقف المتوقع لنشاطات الوكالة الأمريكية للتطوير والتعاون الدولي وأسئد في قطاع غزة حسب اعتقادها ووفقا لتقديرات مسؤولين كبار في هذه الأيام فإن إغلاق هذه المؤسسة والتقليصات الكبيرة في ميزانية وكالة غوث اللاجئين سيؤدي يعني إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع وفقاً للمسؤولين قد تدفع إسرائيل ثمناً أمنياً واقتصادياً وصحياً جراء هذا التدهور وتعتبر يو اس ايد إحدى المنظمات الهامة والكبيرة في مجال تقديم مساعدات إنسانية لقطاع غزة والضفة الغربية وكانت وزاره الخارجيه الامريكيه قد ابلغت المنظمه في مطلع الشهر الجاري بانه يتوجب عليها في الاسابيع القادمه اقاله حوالي نصف موظفيها البالغ عددهم مائه وثمانون موظفا وذلك في اطار اغلاق فرع مساعده الفلسطينيين حسب ما تقول الصحيفه ونقرا ايضا مشاهدينا واجبرت الوكاله وبسبب واجبرت الوكاله عفوا وبسبب سياسه الرئيس ترامب على وقف مشاريع تقوم بها وقالت مصادر مطلعه على ما جرى خلال الاشهر الاخيره بان دافيد فريدمان سفير الولايات المتحده في اسرائيل لم يبدي اي اهتمام بالوكاله وباحتياجاتها وامتنع عن عقد لقاءات متعلقه بمشاريعها. أما الآن إلى صحيفة الأيام واخترنا فيها مشاهدينا أيضاً هذا العنوان ونقرأ فيه "ثلاثة أسرى في النقب يتعرضون للإهمال الطبي المتعمد" حيث أوردت هيئة شؤون الأسرى والمحررين شهادات وروايات حية لثلاثة أسرى مرضى يقبعون في سجن النقب الصحراوي يوضحون خلالها أساليب الإهمال الطبي المتعمد والممنهج الذي تتبعه سلطات الاحتلال بحقهم وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أنه تم الكشف عن حالة الأسير الشاب مصطفى عبد الجليل عشر عاما من بلدة تقوى في بيت لحم والذي يشتكي من ألام حادة في ركبته اليمنى نتيجة الاعتداء عليه بالضرب المبرح والتنكيل به أثناء اعتقاله وفي كثير من الأحيان لا يستطيع المشي من شدة الألم ولغاية اللحظة لم يتلقى أي علاج حقيقي لحاله. حالته الصحية وأكدت أن الأسير رامي قواريق 24 عاما من بلدة بيتا في نابلس يمر بوضع صحي سيء فهو يعاني من وجود بقايا شظايا في جسده جراء إصابة سابقة كما أنه يشتكي من أوجاع في أصبع رجله اليمنى وقد أجريت له الصور أشعة منذ فترة لكنه بحاجة ماسة لمراجعة طبيب عظام مختص للاطلاع على وضعه غير أن إدارة سجن النقب تماطل في تحويله وبينت أن الأسير ضرار حمدان 57 عام. عاماً من مدينه نابلس يعاني من مشاكل حاده بالاسنان وهو في انتظار ان يتم تحويله ليتلقى العلاج مشاهدينا اذا كان هذا ابرز ما اخترناه لكم في جوله الصحف المحليه اما الان فاصل ونستكمل متن الخبر ابقوا معنا أهلا بكم من جديد وإلى جولة الصحف العربية مشاهدين اخترنا لكم من صحيفة الشرق الأوسط هذا المقال للكاتب عدنان حسين والذي جاء بعنوان برزاني يفتح صفحة جديدة في بغداد ونقرأ في متن هذا المقال مشاهدينا لو كان رئيس الحكومة العراقية الحالية شخصا آخر غير عادل عبد المهدي لغدا من الصعب تصور أن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني سيزور بغداد في هذا التوقيت بعد أزمة في العلاقات بين العاصمة الاتحادية بغداد وعاصمة إقليم كردستان العراق أربيل منذ عام 2003 على خلفية الاستفتاء الذي نظمه الإقليم في أيلول 2017 لمعرفة مدى التأييد بين الكرد لحق تقرير المصير وتداعياته التي أفضت إلى ما يشبه القطيعة بين أكبر الأحزاب الكردية وحكومة بغداد ومعظم القوى السياسية المتنفذة في البلاد على مدى سنة كاملة ونقرأ أيضا في مثلها هذا المقال كلا الطرفين في بغداد واربيل استثمر في واقع ان لعبد المهدي علاقه وثيقه بين الاحزاب الكرديه وبخاصه الديمقراطيه الكردستانيه تمتد الى وقت طويل قبل سقوط نظام صدام حسين في 2003 فهو مكث في الاقليم فتره من الزمن معارضا لنظام البعث بحمايه الحركه الكرديه وقوات البشمركه وبعد سقوط نظام صدام عمل عبد المهدي مع الزعماء الكرد عن قرب في بغداد في فتره مجلس الحكم وفي الدورات الحكوميه اللاحقه من اجل انشاء العملية السياسية القائمة الآن وتثبيتها، ونقرأ أيضا في التصريحات والتصريحات المقابلة يقول الكاتب أثناء لقاءات برزاني مع قادة القوى المتنفذة في بغداد، تكررت كثيرا عبارة صفحة جديدة، وبالفعل يمكن لهذه الزيارة أن تفتح صفحة جديدة في العلاقة بين بغداد وأربيل وفي تاريخ العراق المعاصر، لكن هذا يتطلب الانتقال سريعا من النوايا الطيبة المعلن عنها من الطرفين إلى الأعمال الطيبة يقول الكاتب التي يتعين أن تجري على الأرض من الطرفين كليهما بالتأكيد مشاهدين إذا كانت هذا المقال من صحيفة الشرق الأوسط أما الآن إلى صحيفة الخليج واخترنا فيها هذا المقال تحت عنوان سوريا بين واشنطن وموسكو ونقرأ في متن هذا المقال ثم ما يدعو إلى وقفة تأمل في تصريحات المبعوث الأمريكي في سوريا جيمس جيفري حول رغبة واشنطن في انسحاب كل القوات الأجنبية من سوريا بما فيها القوات الأمريكية باستثناء القوات الروسية شريطة انسحاب القوات الإيرانية من هذا البلد يقول الكاتب الذي دمرته الحروب على مدار نحو سبع سنوات ونقرأ أيضا التصريحات بحد ذاتها مثيره للدهشه يقول الكاتب ليس لانها فقط تعترف بالحق الحصري لروسيا بالتواجد في سوريا باعتبارها موجوده اصلا قبل اندلاع الاحداث ولها مصالح وقواعد عسكريه بحريه وبريه في هذا البلد وانما لان احدا من اللاعبين الاساسيين لم يتحدث بهذا الوضوح عن مستقبل سوريا في وقت لا تزال البلاد مقسمه وتعيش تحت وطاه الحرب والاهم من ذلك يقول الكاتب ان مسار التسويه وايجاد حل لهذا الصراع الدامي لم ينطلق بعد فما الذي يدور في عقل واشنطن لدى إطلاق هذه التصريحات كما يقول الكاتب مشاهدينا جولتنا في الصحف العربية ما زالت والآن ننتقل إلى نوافذ متن الخبر وشبكة مراسلين في العواصم العربية والبداية من الصحف الأردنية والزميلة أروى حمد أهلا بك أروى شكرا لك رايا ونرحب بك وبمشاهدينا في هذه الجولة الجديدة في الصحافة الأردنية والتي نستهلها مع صحيفة الرأي واخترنا لكم مقال تحت عنوان دروس ملكية في القيادة والاتصال بقلم خالد دلال. يشير الكاتب إلى مقال الملك عبد الله الثاني والذي جاء بعنوان منصات التواصل أم التناحر الاجتماعي ويقول قوه كبيره في الطرح لجهه المضمون والتوقيت والوسيله ليحمل دروسا استراتيجيه في القياده والاتصال في ان واحد فالمضمون يؤكد رساله غايه في الاهميه وهي منصات التواصل الاجتماعي واستخدامها والتي يراها البعض ارضا خصبه مستباحه لبث السموم والاحقاد أما التوقيت فقد جاء مقال الملك تزامناً مع الحالة المجتمعية التي أعقبت حادثة البحر الميت المأساوية بكل معنى ليقول جلالته إن الوطن ومصلحة شعبه بحاضره ومستقبله خط أحمر، ويضيف الكاتب: جاءت جائزة مؤسسة جون تيمبلتون لعام 2018 لجلالته مؤخراً تأكيداً على أن الدروس الملكية في القيادة والاتصال تتخطى المحلية تكون عالمية الحضور والجمهور والتأثير والنجاح ونبقى ضمن الموضوعات المحلية واخترنا لكم مقال في صحيفة الدستور للكاتب خالد الزبيدي تحت عنوان مناخ الاستثمار الأردني يقول الكاتب ونحن نتابع تصريحات لمسؤولين حول جاذبيه الاردن للاستثمار وازاله العقبات امام المستثمرين فعناصر تكلفه الاستثمار في البلاد مرتفعه من الطاقه والاتصالات والمياه والنقل وتكاليف الاموال وارتفاع الدين العام هذه العناصر مجتمعة ترسم صورة باهتة للإستثمار، لذلك تراجعت قدرة الاقتصاد على استقطاب استثمارات جديدة خلال السنوات الفائتة، علماً بأن الأردن لديه مكامن قوة غير موظفة في التنمية في مقدمتها الشباب والقادرين على العمل بنسبة تزيد عن 65% من السكان. ويضيف الكاتب ان تحديث مناخ الاستثمار ومواكبه التطور المستمر لمقاصد الاستثمار في العالم يتطلب استقرار التشريعات الناظمه للاستثمار وفي مقدمتها السياسه الماليه التي تظهر تقلبات مستمره بينما تجد في معظم دول العالم استقرارا في التشريعات الضريبيه كما ان الازدواج في استيفاء الضريبه يسيء لمناخ الاستثمار وننتقل الى موضوع اخر ايضا في صحيفه الدستور مقال للكاتب عريب الرنتاوي تحت عنوان العلاقه الاردنيه السوريه مقاربه هادئه يشير الكاتب الى قضيه فتح معبر جابر نصيب بين الاردن وسوريا ويقول رده فعل الاردنيين كانت متوقعه بالنظر لعمق الروابط الاجتماعيه والثقافيه التاريخيه بين الشعبين وان كانت لها اسباب اخرى اهمها احساس الاردنيين عامه بان فتح الحدود هو الاعلان الرسمي عن وقف نزيف الدم والثاني رغبتهم التواقه للخروج من عنق الزجاجه واطواق الحصار المضروب حولهم وظنا منهم ان فتح الحدود سيسهم في حل الوضع الاقتصادي المتفاقم وبالطبع لم يخل الأمر من أصوات رافضة لقرار فتح الحدود ومنددة به ومشككة بجدوى ويضيف الكاتب: يكفي أن يخرج الأردني من أسر الحصار النفسي الذي عاشه في السنوات الأربع الأخيرة، ويكفي أن أكثر من مليون لاجئ سوري في الأردن باتوا يتوفرون اليوم على فرصة جديدة للعودة إلى ديارهم، وذلك إنجاز إن تحقق للأردن وسوريا سواء بسواء يستحق أن يجري العمل عليه ليلا نهارا. ومع هذا المقال تكون جولتنا في الصحافات الأردنية قد انتهت ونعود إليك رأيا. شكرا لك أروى على جولة الصحف الأردنية وإلى الصحف اللبنانية والزميلة هلا سلامة. أهلا بك هلا. اهلا بك وبمشاهدينا في جوله على بعض ما تناولته الصحف اللبنانيه لهذا اليوم في لبنان يبدو ان الاسبوع الحالي سيشهد تحركا اكثر فعاليه في الملف الحكوميه خصوصا ان هناك قناعه لدى الجميع انه لا يمكن للبلد الاستمرار من دون حكومه. على الصفحه الاولى للواء اليوم نقرا توسط دولي محلي متجدد لحل ازمه التاليف. ما قاله الرئيس المكلف سعد الحريري لدى استقباله وفدا من غطاسي البحر عن ان انه يعمل بالتوصل الى حل لازمه تشكيل الحكومه شكل الماده الاولى على طاوله الاهتمام لدى, لدى الاطراف المعنيه بالخروج من أزمة التأليف الآخذة بالتحول إلى مأزق يهدد الاستقرار ويفتح الطريق أمام الانهيار ووفقا لتحذيرات النائب السابق وليد جنبلاط عبر تويتر والتي استكملها بقبوله بتوزير نائب سني من سنة المحور أو سنة المملوك نسبة إلى اللواء السوري علي المملوك وإذا اعتبر مصدر قريب من 8 أذار أن الرئيس المكلف يعمل على شراء الوقت ورد مصدر في المستقبل أن حزب الله ماض بالتعطيل كما علمت اللواء من مصدر دبلوماسي شرقي أن الاتصالات عبر وسط محليين ودوليين قائمة على قدم وساق لتنظيم موعد لسنة 8 آدار عبر شخص أحد النواب للبحث في الإمكانات المتاحة للحل الرئيس وليد جنبلاط يستدرك الانهيار وبرأيه سيسهل على المتربصين السيطرة أكثر إذا ما انهار الاقتصاد. نقرأ في اللواء اليوم جنبلاط يدعو لتسوية ضرورية تفاديا للانهيار. رأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تعليقا على تصاريح بعض مسؤولي الفاتيكان بأن ليس هناك عودة سريعة للاجئين أنها تلتقي مع مختلف الأخبار والمعطيات في ظل القانون رقم 10 في الشام، وفي ظل الدمار الهائل الذي لحق بسوريا وهو مدروس لتهجير نصف السكان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الوزير والنائب السابق وليد جنبلاط غرد عبر حسابه على تويتر قائلا بعد الكلام الذي ورد في الفاتيكان على لسان وزير خارجيته وبحضور الحبر الأعظم وبعيدا من الاعتبارات المحلية الضيقة فإن التسوية ضرورية أيا كانت مرارتها تفاديا للانهيار وقد أرفق جنبلاط تغريدته بصورة لأحجار دومينوس تحمل صورا لشخصيات عالمية وهي تتداعى ونختم جولتنا بخطر الافلاس ونقرا لسلوى بعلبكي في النهار وتحت عنوان هل اقتحم لبنان مرحله الخطر المالي والاقتصاديه؟ تستند الكاتبه الى راي الخبير الاقتصادي الدكتور كمال حمدان على ان لبنان في مرحله عشيه الافلاس طالما لا يزال في موضوع الدوله تمويل انتاج الخدمات العامه من رواتب وغيرها وتسديد ديونها عبر الاكتتاب بسندات الخزينة فذلك يعني أنها لم تدخل بعد في حالة الإفلاس بحسب حمدان ثمة خطر كبير ولحظة الحقيقة بدأت تقترب فعندما تدخل إلى البلاد عملات أجنبية وبكميات لا تلبي حاجتها ولا يكون هناك من حل على المدى القريب أو المتوسط فإن تساؤل قائم حول مدى الاقتراب من لحظة الانعطاف إلى الهاوية فإيرادات صادرات السلع والخدمات وتحويلات اللبنانيين من الخارج لم تعد كافيه لتغطي كلفه فاتوره استيراد السلع والخدمات وسداد الديون وفوائد الديون، كما أن العجوزات تتفاقم ووصلت إلى مستويات قياسيه ومنها عجز المدفوعات وعجز الحسابات الجاريه، هذه المؤشرات برأي الخبير حمدان هي مؤشرات ما قبل سيناريو الانهيار. وبرأي الكاتبة هي التي جمعت ركني مالية الدولة وزير المال وحاكم مصرف لبنان الأسبوع الماضي مع الرئيس المكلف سعد الحريري مشاهدينا كنا وإياكم في جولة على بعض ما تناولته الصحف اللبنانية لهذا اليوم أنا أشكر طيب المتابعة وعودة إليك رايا شكرا لك هلا على جولة الصحف اللبنانية مشاهدينا جولتنا في الصحف العربية انتهت فاصل ونستكمل ما تبقى من متن الخبر ابقوا معنا اهلا بكم من جديد والى جولة الصحف العالمية مشاهدينا نبدأها من صحيفة تشاينا ديلي والتي كتبت حول مصادقة قادة الاتحاد الاوروبي على اتفاق الخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي فتكون مشاهدينا تشاينا ديلي قد تم ابرام صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بين مفاوضين من الاتحاد الاوروبي فصادق قادة دول الاتحاد في قمتهم الاستثنائية المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل على اتفاق تاريخي لخروج بريطانيا من الاتحاد وقد أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي أن الاتفاق سيقدم مستقبلا أفضل لبلادها وشملت القمة مشاهدين اجتماعا لقادة الدول السبعة والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإقرار اتفاق الانفصال الذي يقع في ستين صفحة ويوافق القادة الأوروبيون على إعلان سياسي ملحق بالاتفاق حول العلاقة المستقبلية الطموحة حسب ما تقول الصحيفة التي يأملونها بين الطرفين قبل أن تنضم إليهم تيريزا مي لإظهار موافقة الجميع على هذا النص وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في رسالة الدعوة إلى القمة لم يكن أحد يريد إلحاق الهزيمة بأحد، بل كنا جميعا نبحث عن اتفاق عادل. أعتقد أننا توصلنا في نهاية الأمر إلى أفضل تسوية ممكنة. معبرا عن ارتياحه لأن الدول السبعة والعشرين اجتازت بنجاح اختبار الوحدة والتضامن. كما غرد قائلا مشاهدينا إن الأصدقاء يبقون أصدقاء حتى النهاية. ومن صحيفة الجارديان مشاهدين ونبقى في السياق ذاته حيث اخترنا لكم مقالا حول هذا السياق والذي جاء تحت عنوان يمكن لمناهضي للبريكزت أن يمر دون قائد لكن ليس دون خطة، فمع تزايد فرص تأمين تصويت الأشخاص تحتاج الحملة إلى معالجة استياء أولئك الذين صوتوا للمغادرة لأول مرة حسب ما تقول الجارديان، إذا كان هناك استفتاء آخر على البريكزيت فمن الذي ينبغي أن يقود الحملة للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي؟ أطرح هذا السؤال على أحد السياسيين البارزين على الجانب المتبقي. اطلب من شخص غير سياسي سيزيد من فرص عكس البريكزت وستحصل على الإجابة في الغالب أي شخص غير سياسي تحدث الى بعض المشاركين في حملة تصويت الشعب وسيجيبون على ذلك بأنه لن يتطلب بالضرورة شخصية واحدة مهيمنة، حقق المناهضون فوزهم الضيق في استفتاء يونيو 2016 دون قائد، تبدو الحملة الرامية الى قلب هذه النتيجة أكثر جاذبية وأكثر شعبية وأقل عرضة للاتهام بأنها محاولة مؤسسية وأقدر على التحدث الى الناس في جميع نقاط الطيف لأنها تتحدث بأصوات متنوعة حسب ما تقول الجارديان نحن نعلم أن بعض هؤلاء الناخبين منفتحون على الإقناع بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليس هو الحل لغضبهم هناك أدلة من استطلاعات الناخبين في البريكزيت يعانون من الندم بعد 30 شهرا من التعليم الطويل والمألومة حول ما يتبع فعليا وعود البريكزيت الفارغة هنا مرة أخرى على الرغم من ذلك يجب على حملة مناهضي البريكزيت أن تكون حذرة للغايه وان تظهر الاحترام ترك الناخبين وللاسباب التي صوتوا بها، قد يكونوا مستعدين لتغيير رايهم لكنهم لن يسمعوا الحجج للقيام بذلك ما لم يكونوا مقتنعين بانهم قد تم الاستماع اليهم ايضا. مشاهدينا وبهذا نكون قد انهينا جوله الصحف العالميه، اما الان الى كاريكاتير واخترناه لكم من صحيفه القدس لنتابع. مشاهدينا انتهت حلقه متن الخبر لهذا اليوم دمتم برعايه الله والى اللقاء